بسم الله اهلا بكم يا شباب في المحاضره الثانيه من محاضرات البي ام اس او البيلدينج مانجمنت سيستم نظام اداره المباني المحاضره دي هنتكلم عن البي ام اس ليفلز مستويات النظام النظام ده يا اخوانا بيتكون من 3 لاير او ثلاث طبقات او 3 ليفلز الطبقه الاولى او اللاير الاولى عباره عن طبقه الاداره والمراقبه اللي احنا بنسميها المانجمنت دي اعلى واحده رقم اتنين الاوتوميشن اللي هو التحكم رقم ثلاثة الفيلد ديفايس يبقى نحفظ مع بعض لو حد سألك نظام البي ام اس بيتكون من كام لير او من كام ليفل 3 ليفل رقم واحد المانجمنت اللي هو الادارة والمراقبة رقم اثنين الاوتوميشن او التحكم رقم ثلاثة اجهزة الموقع او اللي احنا بنسميها الفيلد ديفايس كل مستوى عبارة عن مجموعة من الأجهزة تمام وليها مكان معين في السيستم هنبدأ برقم واحد رقم واحد المانجمنت أو الجزء الخاص بالإدارة ده يا إخوانا بيبقى له غرفة خاصة في المبنى وبيكون موجود فيها مجموعة من شاشات الورك ستيشنز مجموعة من شاشات الورك ستيشن عشان أقدر أراقب إيه اللي بيحصل في السيستم كله تمام وأقدر أتحكم فيه من خلال نظام المانجمنت سيستم، طيب بيبقى موجود فيه ايه غير الشاشات بيبقى موجود فيه سيرفرات. السيرفر ده عشان اخزن عليه البيانات بتاعتي لانها بتبقى بيانات كبيرة، طيب السيرفر ده عبارة عن جهاز كمبيوتر هاردوير وسوفت وير تمام؟ وامكانياته عالية عشان اقدر اعمل عملية التخزين بسهولة. بيبقى رقم ثلاثة في عندي طبعة عشان اقدر اخد منها الاحداث بتاعتي، يبقى المانجمنت سيستم يبقى رقم واحد. عباره عن مجموعه شاشات للورك ستيشن اقدر اشوف منها تمام او اراقب عمليات النظام وكمان اقدر اتحكم فيها رقم اتنين اجهزه سيرفر رقم تلاته طبعا طيب خلي بالك خلي بالك ال 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 بخصوص السيرفر البي اس دايما بيبقى معاه سيرفر واحد بس لا بيبقى معاه اتنين سيرفر بيبقى معاه اتنين سيرفر طيب ليه اتنين سيرفر؟ ليه اتنين سيرفر؟ بخلي سيرفر بي ام اس سيرفر ولو وقع السيرفر ده بخلي سيرفر تاني ريداندنس ريداندنس سيرفر ده خاص بالباك اب يعني ده بيكون سيرفر بديل بحيث لو وقع السيرفر الاولاني بلاقي سيرفر يكون شغال معايا عشان احمي النظام او اخلي النظام مور سيف الليفل رقم اتنين اللي هو الاوتوميشن او التحكم ده بيبقى عبارة عن مجموعة من اللوحات بنسميها بي ام اس بانل او بنسميها دي دي سي بانل دي عبارة عن لوحات بيكون فيها أجهزة تمام الأجهزة دي ببساطة عبارة عن كنترولرز رقم واحد كنترولرز بنسميها دي دي سي كنترولرز أو المتحكمات رقم اثنين بيكون فيها راوتر اللي هو الجيت واي راوتر أو جيت واي رقم ثلاثة بيكون فيها موديولز الموديولز دي اللي هتتربط بالفيلد ديفايس وبيكون رقم أربعة فيها محاولات كنترول ترانسفورمر تمام وفي مكونات تانية بتبقى موجودة في اللوحة زي القواطع سيركت بريكرز والريليهات والريزوتات عشان أبدأ أعمل عملية التوصيل يبقى لو حد سألك أنظمة أنظمة الأوتوميشن أو السكشن الثاني من الأوتوميشن رقم اتنين في البي ام اس عبارة عن البانلز اللي احنا بنسميها الدي دي سي بانل طيب ايه هي مكونات الدي دي سي بانل رقم واحد المتحكمات الكنترولرز رقم اتنين الراوتر رقم ثلاثة الموديولز رقم أربعة وحدات محولات التحكم اللي هي الكنترول ترانسفورمر وبيبقى فيه قواطع وريليهات وريزيتات عشان عملية التوصيل يبقى ده اللير رقم اثنين في البي ام اس او الليفل الثاني الليفل الثالث والاخير وده اكتر ليفل يمكن كل الناس بتتعامل معاه لانه من ناحيه الفيل ديفايسز او المكونات بتاعت النظام نفسه سواء كان نظام ميكانيكي او نظام كهربي او نظام تيار خفيف زي مثلا هاخد نظام ميكانيكي اللي هو الاير هاندلنج يونت او الاي انا هبدا احط حساسات على الاي اتش واخد منها قراءات تمام اديها للوحه وبعد كده اللوحه تروح للمانجمنت سيستم. يعني يا اخوانا من الاخير انا في عندي زي ما قلت في المحاضره الاولى رقم واحد الانبوت يونتس اللي هي عين النظام اللي بتشوف ايه اللي بيحصل في الفيلد ديفايس. ودي بتبقى عبارة عن سنسورز حساسات أو سويتشز مفاتيح وفي عندي العضلات اللي أنا بقدر أنفذ بيها الأوامر أو آخد بيها الأكشنز دي بسميها عضلات النظام اللي هي الأكشويترز الأكشويترز أو المنفذات يعني من الآخر نظام البي ام اس أقدر ألخصه في الصورة اللي قدامنا دي ملخص المستويات الثلاثة للبي ام اس رقم واحد أهو رقم واحد الإدارة او المانجمنت سيستم ده بيبقى عباره عن سيرفرات او سيرفر وفي عندي سنترال مونيتور تمام بقدر اشوف فيها او اشوف بيها النظام ده كله متربط بكابلات تمام انترنت او متربط بسويتشات بنسميها نتورك تي سي بي على اي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول على انترنت بروتوكول تي سي بي على اي بي تمام ده كله في الجزء الخاص بالاداره او الجزء الخاص بالمانجمنت ليفل المانجمنت ليفل طيب طبعا في الجزء الثاني اللي هو رقم اثنين التحكم سواء كان انا بربط على بي ال سي او نتورك كنترولر او دي دي سي وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه كتير جدا اللوحات بتاعه الدي دي سي تمام يبقى انا باخد النتورك كنترولر وبروح ليه دي دي سيز او باخد دي دي سي مباشره او باخد بي ال سي وبدخله على انبوت اوتبوت موديول ده في السكشن الثاني او الليفل الثاني اللي احنا بنسميه التحكم او بيسموه الكنترول ليفل يبقى انا كده لو انا عملت هعمل خط كده اهو يا اخوانا خط اهو خط فاصل رقم واحد الاداره رقم اتنين التحكم رقم تلاته اعمل خط كده اهو فاصل واروح للفيلد ديفايسز او اجهزه تمام التحكم في الفيلد اللي هي في الموقع زي السنسورز والاكسويتورز دي كلها انا اقدر اخليها في الليفل بتاع الفيلد ديفايس سواء كان بتحكم في ميكانيكال اكيوبمنت او بتحكم في الكتريكال او في اجهزه لو كرنت يبقى الفيلد ديفايس بتشمل بتشمل السنسورز والاكتويتورز يبقى لو حد سالك الفيلد ديفايس بتشمل ايه السنسورز والاكتويتورز ده ليفل رقم ثلاثه ليفل رقم اثنين اللي هو الكنترول ليفل او نظام التحكم بيشمل اللوحات زي الدي دي سي كذا لوحه دي دي سي متوزعين في الادوار أو بدخل على نتورك كنترولر وبدي دي دي سي أو بربط مع بي ال سي وبدي انبوت اوتبوت موديول ده كله في اللاير الثانية أو الليفل الثاني اللي هو الكنترول أو التحكم الليفل الأخير اللي هو ليفل رقم واحد من فوق اللي هو الإدارة أو المانجمنت سيستم بيبقى عبارة عن سيرفر أو مجموعة من السيرفرات و سنترال مونيتور و مانجمنت ليفل بيبقى من خلال سويتشز تي سي بي على بي واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته